نحاول نفهم أكثر عن الصداع النصفي والطرق الصحيحة للتعامل معه خاصة في شهر رمضان. بينضم إلينا من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك معنا في صباح جديد. وعايزة أبدأ كلامي مع حضرتك عن أعراض الصداع النصفي والصداع المعتاد، يعني في كتير من الناس بتختلط عليهم الأمور فيما يتعلق بالصداع النصفي والصداع العادي. صباح الخير للجميع، رمضان كريم. بالنسبة للصداع النصفي أهم شيء التشخيص. التشخيص نأخذ في عين الاعتبار ما نوع الصداع النصفي أو الوجع الرأس بشكل عام اللي بيختلفوا عن بعض، لأن وجع الرأس بغدا له أسباب عديدة، وخصوصا أمراض كثير في أمراض الركبة، شد العضلات. هسه الصداع النصفي احنا بنعرف في المخ في 12 عصب، العصب الخامس اللي هو التريجيمن مسؤول عن هاي الاعراض، وخصوصا بفرز مادي اللي بتسبب امرار وجع أو صداع النصفي. الصداع النصفي له أربع مراحل. المرحلة البدرية يعني الأولى من 40 إلى 60% من اللي يصابون في الصداع النصفي هم في المرحلة الأولى البدرية. بعدين المرحلة الثانية بدون نوبة، المرحلة الثالثة مع نوبة، والمرحلة الرابعة بعد الصداع بعد ما يمر، لأنه في مرحلة كثير في الوجع بعد ما نعالج الصداع. المهم بالنسبة لنا طريقة الأكل والمياه، وفي نفس الوقت الأسباب اللي بتسبب الصداع النصفي، مثلا الغرفة وإذا في ضوء يعني قوي بيسبب صداع نصفي. نفس الشيء الأصوات المزعجة كثير بتسبب بعد الصداع النصفي. في كثير من أنواع الغذاء بتسبب زيادة وقوة الصداع النصفي، مثل جميع الأكل أو الطعام اللي غنية في الدهن أو في السكر. وفي نفس الوقت عشان هيك احنا في شهر رمضان مهم نعطي نصائح وارشادات للاشخاص المصابين في الصداع النصفي. ليش؟ لانه اللي بيصوم بيصير عنده جفاف وفيش عنده نسبه مياه كافيه، وهذا اول سبب اللي بيسبب قوه او ظهور الصداع النصفي. ليش؟ لأنه السوائل المهمة وخصوصا المغنيسيوم والبوتاسيوم، وعشان هيك احنا بننصح انه الواحد يأكل فواكه كثيرة اللي غنية في البوتاسيوم والسوائل، مثل الموز والتفاح والأناناس والأفوكادو. هذول كثير من الفواكه اللي بتفيد في هذه المرحلة. نفس الشيء بعض الطعام غير مفيد مثل السمك أو الجبنيات، هاي بتكوي وجع الصداع النصفي. عشان هيك إحنا في شهر رمضان بنقول لجميع الأصدقاء اللي عنده مرحلة الثالثة للصداع النصفي مع استمرار النوبة أفضل إنه ما يعملش رمضان أو ما يصومش. ليش؟ لأنه الجفاف وعدم شرب المياه، لأنه عادة لازم يشرب من 8 إلى 12 كاسة مياه في اليوم. طيب عشان دكتور الصداع. أنا كمان كنت عايز أسأل حضرتك عن حاجة. بعض الدراسات الحقيقة بتشير أن النساء هم أكثر عرضة للإصابات بنوبات الصداع النصفي، هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ ولماذا النساء هم أكثر عرضة؟
هسا هاي سؤال مهم. ليش؟ لانه النساء لما يغدى نسبتهن ازيد من الرجال دائما في سبب من اسباب الهرمونات. والسبب الثاني لانه الهرمونات في النساء بسببه ظهور الصداع النسبي ازيد من الرجال. وفي نفس الوقت النساء من ناحية نفسانية يعني بصير عندهم دائما وجع في ركبتها من كثرة الضغط في البيت أو في العمل أو مع الأطفال ومع كثير، يعني بتشعر في الضغط على الجهاز العصبي أزيد من الرجل، عشان هيك بيظهر أزيد. بس السبب الرئيسي من ناحية طبية هو سبب الهرمونات، عشان هيك كثير من النساء اللي بيصير عندهم وجع ركبة، المهم إنه نميز وإذا هذا الصداع أو وجع الرأس أو صداع نصفي. ليش؟ لأنه كل صداع في عند أي شخص لازم نشخصه فورا، لأنه إمرار بيغدى وراء أشياء ثانية، الورم، سرطان، أمراض الشرايين والأوردي، أمراض كثيرة تتعلق في المخ وفي الأمراض الثانية اللي بتسوي صداع. عشان هيك أهم إشي إحنا نعمل تشخيص ونميز التشخيص، نعطي العلاج أدوية ضد الالتهابات، ضد تصلب العضلات وخصوصا في الركبة، عشان هيك بيعمل مساج. نعم دكتور، يعني دكتور فؤاد الحقيقة أنه الموضوع كبير وبيعاني منه الكثير، ولكن أكيد إحنا هنتابع مع حضرتك لأنه التفاصيل به كثيرة جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، كنت معنا من روما، شكرا لك مرة أخرى.